ولكن إيفا جروب عندهم مصنع تاني بيعتمد عليه 1,000,000 مريض في اليوم الواحد، مصنع إيفا فارما للأدوية والمستحضرات الطبية اللي بيديره الدكتور رياض أرمانيوس. دكتور رياض، أنا كنت فاكر إن أنا هاجي إيفا فارم فهلاقي سكيل معين في دماغي، بس ما شاء الله اللي اكتشفته حاجة عظيمة جدا، محتاج من حضرتك شوية شرح كده تقول لنا إحنا فين بالظبط. أولا أهلا بيك، أنتوا منورينا، يعني أهلا بيكوا في المجمع الصناعي الثالث لينا في مصر. في المجمع الصناعي ده 4 مباني بتصنع أدوية شغالة، من مبنى بيصنع حبوب وكبسولات، مبنى بيصنع حقن أنتيبيوتيك، مبنى بيصنع كبسولات جيلاتينية، ومبنى بيصنع فاكسينات. أوكي. مجمع فاكسينات كامل، وفي مصنعين بيتبنوا. مصنع هيكون بيصنع أدوية بيولوجية بما فيها إنسولينات، ومصنع الحقيقة هيصنع خامات فعالة، وده هيكون فريد من نوعه يمكن في القارة ككل. في المجمع ده هتلاقي إنه المكان اللي إحنا فيه، إحنا في نص الكور ده أو الدايرة اللي إحنا فيها. أوكي. هي الدايرة زي ما أنت شايف. أوكي. هو الدايرة والجناحين دول هو اللوجو بتاع المكان. بالزبط. بتاع الشركة. بالظبط. اللوجو اللي هو بنحاول نوصل بيه للناس إن صحتك في أمان. الكور في أمان. أوكي. في المجمع الصناعي ده وما بين المجمعات الصناعية التانية اللي موجودة في مصر، إحنا أكتر من 4,500 زميل وزميلة. أوكي. بيشتغلوا كل يوم عشان يطلعوا دواء بيوصل لأكتر من 1,000,000 مريض كل يوم. ما شاء الله. المكان كله معمول على أساس جودة ونظام توكيد جودة في كل تفصيلة في المكان اللي احنا فيه، وده اللي بيمكننا ان احنا نقدر نكون بنصدر لأكتر من 42 دولة. ما شاء الله. 42 دولة من كل دول الخليج، أغلبية الدول الأفريقية، وكل دول غرب أوروبا، ودلوقتي بنتوسع الحقيقة لأمريكا كمان. المصنع بينتج كل أنواع الأدوية، من حبوب وكبسولات وأدوية سائلة زي أدوية الشرب والحقن، وكمان مراهم علاجية وتطعيمات مختلفة. كل ده بيتصدر لأكثر من 42 دولة حولين العالم. قصتنا ابتدت من أكثر من 100 سنة. أوكي. من 100 سنة كانت البداية بشركة توزيع 1917، تاني مصنع أدوية في مصر ويمكن في القارة الأفريقية، كان اسمه معامل الدلتا للأدوية. وقتها كان بيسموا مصانع الأدوية معامل. معامل الدلتا للأدوية كان 1935. 1935 معامل الدلتا الأدوية كان الحقيقة مصنع متطور، كان فيه مستحضرات بأشكال صيدلية مختلفة، ويمكن منه ابتدى يتكون فريق العمل اللي كون شركات مختلفة في مجموعة الشركات إيفا جروب. يمكن الكيان الصناعي اللي احنا فيه النهاردة اتأسس في آخر 99 بأول مصنع اللي موجود في منطقة الهرم، وبعد كده مصنع تاني، واحنا في المجمع الصناعي التالت. أوكي. المصنع هنا بيقدر يعمل المعادلة الصعبة من ان انت عندك جودة عالمية ولكن بتمن في متناول الجميع من خلال جودة ولكن حجم كبير، فبيقدر يعمل اقتصادات كم، فبيقدر يخلي الجودة دي تتعمل بتمن منافس. مراحل تصنيع الأدوية الأساس بتاعها هي مرحلة التطوير والابتكار. المعامل بتعمل أبحاث لأحدث التركيبات الدوائية لعلاج أمراض مختلفة. بعد البحث بيقوموا بمرحلة الاختبارات لحد ما بيوصلوا للمرحلة النهائية، مرحلة الشهادة العلمية اللي بتأكد سلامة وفعالية الدواء. وعشان كده مصنع إيفا فارما بيصدر الأدوية بتاعته للعالم كله. ولكن خطوات تصنيع الأدوية بتتم على نطاق أكبر بكتير من مصانع التجميل، وده واضح من حجم المكان. احنا كده وزننا البودرة بتاعتنا وبقت جاهزة لعمليات الانتاجية المختلفة، وحطها في الجرانيليتور او ما يسمى العجان يعني. okay. احنا عندنا في مصنع إيفا فارما هو ماس برودكشن، فعندنا دايما عندنا كاباسيتي عالية من المكن، فالعجان بيوصل ساعته ل 1200 لتر علشان يقدر يشغل على حسب كثافة البودرة لغاية 400 كيلو جرام من البودرة. بعد ما تتم المرحلة دي نبتدي سحبها بالفاكيوم برضو لكونتينر وسيط علشان تتم عملية الطحن عشان نوصل للبارتيكل سايز اللي احنا محتاجينها عشان نحولها لقرص او نحطها في الكبسول فيلم. احنا بعد ما بنحضر المنتج وبيكون عندي حبيبات ببتدي احتاج ان انا اقلبه اقراص يبقى شكله قرص عشان المريض يقدر ياخده بسهولة، فبيبقى عندي مكنة الكبس بتاعتي بيبتدي تنزل فيها البودرة ويتكبس ويبقى الشكل بتاعه شكل القرص. طبعاً كل قرصة وكل منتج على حسب شكله وعلى حسب الحجم بتاعه. المكنة اللي عندنا بتكون مكنة كفائتها عالية جداً وسرعتها عالية جداً، ممكن توصل معايا 1,000,000 قرص في الساعة، طبعاً زي ما قلت على حسب حجم القرص وشكله.
دي من احدث الماكينات الموجوده في العالم كله. بس هنا الماكينه ممكن تقدري تخلي جزء منها اقراص وجزء كبسوله؟ لا، دي كلها اقراص بس. الكبسوله ليها ماكينه ثانيه، لان ليها بروسيس ثانيه خالص. بتكون عباره عن كبسوله بتجيلي مقفوله، هي بتتفتح ومتزن عبي جواها البودره. ده موضوع ثاني خالص. بالظبط، حاجه ثانيه ما تبقاش كلها. فهمت. بعد ما بقى عندي قرص، محتاج القرص ده يتحط في اخر حاجه هيوصل بيها للعيان، اللي هي الشريط. فبنخش على مرحله التشريط. بمعنى احنا ايفا بتمتلك احدث مكان تشريط في العالم باعلى كاباسيتي او باعلى انتاجيه، بيوصل لغايه 30,000 شريط في الساعه، يعني حوالي 300,000 جرعه في الساعه. ما شاء الله. الشريط بيبقى فيه كام؟ 10؟ 10. اوكي. المتوسط بيبقى فيه 10. في حاجات اكتر وفي حاجات اقل. بعد كده فكره المكنه، مش بس حطيت القرص جوه الشريط، المكنه توتالي اوتوماتيك. بمعنى ان انا بعد ما حطيت القرص جوه الشريط، المكنه بتكمل بعد كده بتعمل فحص 100% لكل الشرايط اللي طلع. حلو. بحيث ان انا اتاكد ان كل الشرايط كامله، ما فيهاش حاجه ناقصه، ما فيش قرص مختلف، ما فيش اي حاجه مختلفه. اوكي. وبتكمل بعد كده بتحطه جوه العلبه، وعلى حسب المنتج العلبه محتاجه فيها كام شريط والنشره. فبيعدي الشرايط. لو العلبه فيها 3 شرايط فبتحط ويلف النشره حواليهم، طبعا زي ما بنشوف العلبه لما نفتحها. بالظبط كده. أيوه. بنفس المنظر ده توصل للناحيه الثانيه في التغليف، جاهزه على التعبئه، توصل للاسواق اللي بنصدر لها انتاجاتنا والاسواق المحليه في نفس الوقت. ده اللي مكننا الكاباستي العاليه دي، الحمد لله، اللي مكنتنا ان احنا نكفي احتياجات السوق المحلي ونصدر ل 42 دوله حوالين العالم، ولسه ان شاء الله بنزودهم. ان شاء الله. طب هل الحاجات اللي بتتصدر بره بيبقى عليها اي مراقبه ثانيه، ولا هو مجرد هي نفس المراقبه؟ هي نفس المراقبه. واحنا ساعات كتير بنعمل تشغيله انتاجيه، جزء منها بيبقى السوق المحلي. اوكي. واجزاء منها بيروح اوروبا، بيروح اسواق مختلفه في الخليج او اسواق افريقيه. اخر حاجه، دايما لما حد بيسافر انت بتوصيه تقول له ممكن تجيب لي شويه فيتامينات وانت راجع؟ عملنا استثمار وقدرنا ان احنا ننزل مجموعه من الادويه، المكملات الغذائيه اللي بيخلي المستحضرات دي موجوده في بلدنا، موجوده بسعر منافس، موجوده طول الوقت، عشان ما فيش حد يحتاج ان هو يطلب من اي حد مسافر ان يجيب له مكملات غذائيه. وبنعمل المكملات دي في مصانع ادويه مراقب عليها، فطبعا المنتج بيطلع 10 على 10. حلو. كل انتاج مصنع ايفا للتجميل وايفا فارما بيتجمع في المخازن وبيطلع على المواني للتصدير، من هنا من مصر للعالم كله في الكونتينر. من هنا هنملى الكونتينر بالادويه المصريه، وهيتصدر لأكتر من 40 دولة حول العالم. في آخر 5 سنين بس، كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدين، بتسافر لكل بلاد العالم. سيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في المصري.